زياد سعيد. نعم زياد سعيد. نشوف له الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر جديد من مدينه الدار البيضاء وبالطبع من شارع محمد الخامس. اللي كان عايش في الديار الاسبانيه وقال لي مشكل تما جا، ولكن الزوجه ديالو ما فرطاتش فيه. الزوجه ديالو جات من تما وجات عنده هنا وبغات تعيش معاه هنا، تيسوي الامور ديالو وقاد المسائل ديالو باذن الله ويمشي ان شاء الله. ابراهيم تاقف واحد السيد كيسكن قريب ليه، قال لي انا عاود لي ابراهيم ان الزوجه راه غتجي خاصني فين نسكن. قال لي كاين واحد البارطمان غنكري لك، تسبق لي شهرين ودخل. اعطاه 5400 درهم، 2700 درهم الشهر. ابراهيم تاقف فيه، جات الزوجه خدمت البركه عطاها ليه، بات مصباح لا بارطمان لا السمسار دا الفلوس. ابراهيم ولا ما بين الزوجه ديالو ولا شاك بان خاف لك تشك فيه بانه عنده ايد في هذا الشيء، رغم انه الناس ما يديرش هذا الشيء. الزوجه عندها مشكل في الكارت فيشين بلوكي عليها، كتسنى تسول الامر من اسبانيا باش تشتري. عاش واحد اليومين هو والزوجه ديالو عاشوا العذاب، الشفار تشد، ولكن ما غنكملش لكم القصه، غادي نهضر مع ابراهيم. السلام عليكم خويا ابراهيم. السلام ورحمه الله وبركاته. الزوجه جات من اسبانيا ما بغاش تفك معاه. ابراهيم يا ابراهيم. انا كنت في الدار الاسبانيا، جات عندي الزوجه ديالي باش نستقروا هنا في المغرب. اول مره غتجي هنايا للمغرب؟ اول مره غادي للمغرب. يعني باغي ديها عاوتاني هنا ومره هي جينا على اساس نستقروا هنايا، هي الاساس جات نستقروا هنا في الدار البيضاء. جينا هنايا نبقاو هنا بلادنا، مع انايا ما نقعدش باقي نرجع تما، جينا نستقروا هنا في الدار البيضاء بلادي. وكنهضر لي على بلاد مزيان وهادي، وجيت انا هنايا نستقر معاه وقع لي هاد المشكل هادي. تفاهمتي مع واحد السمسار باش يوجد لك واحد الشهرين ديال الكرا صبق عليه عاد. جيت تلاقيت مع واحد نصاب، ماشي نصاب غير واحد كنعرفو بحال صاحبنا، باش يدبر لي على واحد شهرين ديال الكرا. ما توقعتيش غيكون في هاد الفعيل هذا؟ ما دخلتليش راسي، ما تقبلتهاش. اصحابي اصدقاء ديالي اللي معنا فاسميتو ما تقبلوهاش. شنو 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 قلتي لي في الاول بغيت نسكن؟ انا شرحت له المشكل ديالي، هو عارف المشكل ديالي. انا عارف لي انايا عندي واحد القد ديال الفلوس، المراه عندي عندها لي كارت مبلوكين، ما واحد شهرين قد المشاكل اللي عندي، عندي غير باش نكري واحد شهرين باش نقد المشاكل اللي عندي. وصدق فهمتي طحت في هذه العمليه. شحال عطيتي؟ عطيتو 5400 درهم. شنو قال لك؟ قال لي انا غنكري لك، غادي نجيب لك السوار ديال الدار. الفلوس وقال لك نمشي نجيب السوار. نجيب السوار. شفتي الدار انت؟ ما شفت لا دار لا والو، غير انا كنعرفو فهمتي كيريح معنا. درتي غلط ابراهيم. انا درت غلط. درتي غلط. غلط كبير. من عطيه الفلوس؟ راه واحد كنحسبوه بحال اخ فهمتي، ماشي كان مشيتي عند العائله ديالو؟ مشيت عنده للدار ديالو، مشيت عند مو، ريحت عند مو يومين، مو استقبلتني واحد الاستقبال بالمزاج، جا ولده وعطاك الفلوس ديالو هو غبر فهمتيني. حتى جات فكرت بان هو نمشي للكوميساريه. مشيتي عند رجال الامن؟ مشيت عند رجال الامن، صراحه الله رجال الامن استقبلوني ما يرام، صراحه الله كيقولوا لي ما تخممش غدي غتاخذ الفلوس ديالك، والغد اللي خديت فلوس صراحه الله. يعني قالوا لك عطينا غير مهله بين ما خرجنا قلبنا على صراحه الله. الغد اللي جيت قالوا لي الساعه الفلانية جيت جابوه، لقيتو تماك عين الفلوس باقيين عنده ولا خسرهم؟ لا الفلوس ديالو خسرهم، راه جا تمو خوه جمعوا له الفلوس تما بدا عاد عطاوني. عطاوك الامانه ديالك؟ عطاوني الامانه. 5400 درهم. 5400 درهم. هذيك اللحظه ملي عطاك الفلوس الزوجه شنو قالت؟ الزوجه ديالي بقات ما قدرتش تسافر معايا، شويه مريضه مسكينه فهمتيني، جا كيجيها الضغوط مع عليها الضغوطات وكذا فهمتيني. عرفت بان رجال الامن ديالنا راه عندهم كل شيء بحال بحال؟ لا عرفت رجال الامن كتشكرهم بزاف، عارفه ما استقبلوها حتى هي مزيان، قالوا كاع ما تخمم حتى شي حاجه في ديالك غاديهم. والصراحه الله فهمتي اش غنقول لك، ما عندي ما ارتحيتي نفسانيا؟ انا ارتحيت نفسانيا. حيت علاش انك في الاول كنتي بواحد الحاله غير طبيعيه وتقلقتي وتعصبتي بزاف؟ حيت علاش انايا ما كنعرف
الدراري صحابي اللي كان عارف حتى هما على قد الحال فهمتيني. واخا هذيك اللحظه اللي دالك ديك الامانه ديالك فين مشيتي نعسي ديك اليومين؟ واش غنقول لك بقينا كندورو في الشارع ما عندناش حتى كندورو في الشارع. ما رضيتيش تمشي عند شي واحد من العائله؟ ما انا العائله ديالي ما مشيتش عندهم ما رضيتش انا حيت انا العائله ديالي عندهم مشاكل عندهم بغيتي تزيد عليهم. انا ما بغيتش ندير عليهم حتى انا العائله ديالي ما عندهم طالع عائله ديالي ما عندهم طالع ما عندهم. واش كنت كتقول الزوجه فين الزلزال في اسبانيا؟ لا هنايا هنايا في الحاوز. انا ولد الحاوز انا ولد الحاوز. والزوجه ديك اللحظه صبرات معاك؟ المراه ديالي كتصبر معايا في الحاره وفي الحلوه وديما ما راه وكاين ما صبرت معايا. فهمت بان انت راه ما عندكش دخل في هذا؟ راه عارفه راه ملي جات عندي من الاسبان سمحت في كل شيء سمحت في الحياه ديالها تما قدرت دير معايا حياه اخرى هنايا. وانت واش واخده على طمع ولا عاجبك حيت وقفات معاك وما تخلاتش؟ حيت انايا بلادها انا سكنت مع بلادها انا ضربت مع عميل في الدار ما تخلاتش عليا بلادها ماشي يلاه كنعرفها في الفيسبوك ولا كنعرفها راه سكنت معاها في بلادها. دوزت وقيته زوينه. قلنا ماشي هي راه عرفتني وكيما عرفتني الانسان هاد الناس. ابراهيم كتبغيها؟ الصراحه الله ما لقيتش شي انسان اللي كنبغيه. يبغيني هذه المرأة هي المرأة ديالك هي عائلتك هي اللي كتبغيني ما لقيتش شي مرأة اللي كتبغيني. يعني حسيتي بها باغاك؟ ماشي ما لا طمع لا والو. ما كاين لا طمع لا والو هي كتنعس معايا في أي حاجة راه كتشتي أنت اللي كتدوز معايا في هذا الشيء هذا المحنة اللي كتدوز معايا وكل شي وحدة أخرى ما تدوزهاش معايا. وراه جات من بلادها سمحت بلادها في الدار ديالها وعارفك ما عندكش هنا. هي عارفه اصلا عندي يعني كاينين بعض الناس الا بغاوك كيبغيوك على الشخصيه ديالك. هذه لا هذه انسان على الشخصيه ديالك تعرفنا في طريقه الفيسبوك ولا هذه ديجا راه كنا انا وياها فهمتيني الدار ديالها المسائل ديالها فهمتيني بلادها ماشي جبتها بالتليفون ولا فهمتيني هادشي راه معروف هادشي ديال واخا نسوق على السؤال ابراهيم. ملي ردوا لك رجال الامن الامانه ديالك عطاتها لك عائلتهم هي قلتي لي سمحات لي نعم علاش؟ هي صراحة الله ما خاصها حتى شي حاجه اللي ما بغاتش حتى شي حاجه خايبه حتى شي واحد هي بغات هي على طريقه باش تدنى الفلوس هي عندها رزقها غير اللي كارت عندها مبلوكي هي ماشي على قديسه. وانت واحد الكلمه قلتيها لي قلتي لي بان هي قالت لك انا مسالمه ما نقدرش نكون سبب في شي واحد يمشي للحبس. هي صراحه الله هي واحد الانسانه اللي شريره ولا خدا لي يمشي للحبس هي انسانه بقاو فيها الوالدين ديالها بقاو فيها اللي بقى فيها هي بقى فيها الحاله العمليه اللي دارت لي الشمتة كما كنقولوا حنا الشمتة هي انسانه هي العقليه اللي عندنا حنا هنايا هي ما عندها حتى علاقه. واخا الام ديالو جات طلبت منها السماح؟ جات ما طلبت منها السماح وقالت لها مسامح كريم قال لها ما خصني نعرف والو انايا رجعتوا لي ديالي صافي. شنو تبغي تقول رجال الامن والناس اللي انا كنشكر رجال الامن على المساعده اللي تساعدوا معنا واللي وقفوا معنا في هذه المحنه بصراحه الله نفتخر برجال الامن ديالنا وديال بلادنا وكنشكر السيد الحموشي والسيد اللي استقبلني السيد سي محمد اللي استقبلني صراحه الله ما فوق راسنا صراحه الله جميع الزوجه شنو غتقول؟ quiero decir algo al jefe de policía de Marruecos, a toda la policía, que nadie tenga miedo, aquí es justicia y un país tranquilo, solamente por una persona, que nadie se sepa atrás. كتشكر رجال الامن هنايا راه كاين العداله اي حاجه كاين العداله كاع ما هي ما بغاش تعطي شي فوره خايبه في هذه البلاد هذا يعني عرفت بان عندنا الامن والامان ان عارفه عندها الامن والامان es un país maravilloso y espero que vengan muchos españoles a estar aquí para que sepa un buen país. قلت لك هي كتوصل هذا النداء بغا يجيو الاسبان هنايا راه فهمتيني كاين الامان كاين الامن والامان في جميع البلاد كاع ما يخمموا حتى شي حاجه وما يخافوا حتى شي حاجه. يعني هذه رساله وشهاده من سائحه اسبانيه جات عندنا لبلادنا تعرضت ماشي هي اللي تعرضت للنصب ولكن راه هو اللي جاب صاحبه باش
باش تعرض للنصب، ولكن الحمد لله رجال الامن هو ما عندوش دخل في هذا الشيء. رجال الامن حاولوا انه جابوا لها حقها، وجابوا اللي كتشكر رجال الامن وكتقول للناس ديال اسبانيا مرحبا بكم في بلادكم الثاني، راه عندنا الامن والامان، واكيد حنا عندنا الامن والامان، ورجال الامن راه واحد الناس راه طيبين وكيتعاملوا زوين، وهنا موداج اللي كاين. والصراحه زعما ما رقينا حتى شي حاجه اللي زعما باش نشكو في امن ديالنا. الصراحه الضوء غنجيبوا لك داك وجابوا لي الحق. شكرا لكم مشكور، وكنشكر السعاده الامن، وكنشكر سيدنا. شكرا للتي في، شوف التي في. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. شكرا 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 ش